السلام عليكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان. النهارده ان شاء الله باذن الله هوريكم الفراخ بتاعتي. بصراحه شفت حاجه كده عجيبه في الفراخ، انا كنت شايفاها من وهي صغيره، فاعتقدت ان هي يعني مش هتعيش، مش هتعرف تاكل ولا تشرب، فكبرت معايا برك بس الحجم ضعيف. هوريكم المفاجاه والشكل، سبحان الله، يعني حاجه كده سبحان الله، ولو في خلقه شؤون بردك، حاجة يعني كده غريبة سبحان الله. هوريها لكم كده، هوريكم الفرخة وهنشوفها مع بعض، بس أول حاجة لازم نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا كده دي الفراخ بتاعتي بعد ما كبرت زي ما حضراتكم شايفين، ودي الفرخة اللي أنا بقولكم عليها هاي. اهي بعزكم بس تركزوا على المنقار بتاعي، شايفين سبحان الله، شايفين المنقار طالع الملوي هنا جاي من فوق، من فوق اللي هو المنقار من الاعلى بتاعي، شايفين ملوي ازاي. هي طبعا صحتها كويسة بردك، بس انها هي ضعيفة في الجسم، انها ما بتاكلش، ما بتعرفش تاكل كويس. عايزكم بس تركزوا، شايفين سبحان الله المنقار بتاعها، شايفين شكلها وفوقة الله وعجائبه، شايفين، وبتاكل وبتشرب ويعني سبحان الله بردك بخلقه. فحبيت اوريكم المنظر ده نهاردي، شايفين اهو زي ما حضراتكم شايفين. اوديها كده على الاكل وهنشوف هتاكل وطريقة الاكل بتاعي. هي صراحة ضعيفة عن باقي الفراخ، يعني عندي الفراخ ما شاء الله عليها هاو زي ما حضراتكم شايفين، بس هي الفرخة ضعيفة عن باقي الفراخ الثاني. هنشوفها دلوقتي، انا عايزاها بس تاكل كده قدامكم اهو. الفرخة بس مش راضية تاكل. يلا بس انا وريتكم كده المنظر بتاعها والشكل بتاعها هاو. يلا كده واسيبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.